أثار قرار وزارة التربية بتقليص ملاكاتها في مدارس النازحين التابعة لها في كردستان العراق للنصف وإغلاق العديد من المدارس موجة غضب لدى الأهالي والتلاميذ والمدرسين، وخاصة من المهجرين في محافظة أربيل الذين رأوا فيه قرارا مجحفا وداعما للمدارس الأهلية وسبيلا لتهجيرهم من المناطق التي استقروا فيها. وقد خلص المجتمعون للآتي: أولا، يكفل الدستور العراقي في المادة 33 بأن حق التعليم تكفله الدولة للعراقيين جميعا عبر إنشاء المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، وقضت المادة 34 منه بمجانية التعليم في جميع مدارس الدولة. أين الدولة من قراراتها الغير صائبة؟ هذه الدولة كأنها ضد المواطن، ضد قرارات المواطن. صار لنا 20 سنة منذ احتلال أمريكا إلى العراق لم نجد قرارا يريح الشعب العراقي، ولم نجد أحدا يعين العراق. الأهالي أبدوا انزعاجا كبيرا من قرار وزارة التربية والحكومة الحالية التي انتظروا منها قرارات مغايرة تدعم التلاميذ والمدرسين وقطاع التربية في كردستان العراق بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالمهجرين والنازحين. سيد رئيس الوزراء قلنا راح يخصص مخصصات للطلاب، راح ينطي رواتب للطلاب، رواتب للجامعات، راح يهيئ الامور، راح يقبلون مدرسين اكثر هسه العقود. هم احنا منتظرين هذا الشيء، منتظرين لا ارجعوا على مود خلافات سياسيه بيناتهم. زين هسه اذا انا رجعاني وانا رحت مثلا داومت بكركوك راح يخليني اضطر اني اروح الكركوك، زين شنو ذنب ابني؟ وين اقدر احطه هنا بمدارس اهليه؟ والتقليص لل 50% ليش؟ شنو ذنب اللي يرجعون؟ قرار وزارة التربية رأى فيه الأهالي استمراراً للفشل الحكومي الذي رافق عمل الحكومات منذ عام 2003، داعين الحكومة إلى العدول عنه.